يوسف شاكور، مهندس الرئيس مدير البرمجه والتعمير والبنيه التحتيه بولايه جهه الدار البيضاء سطات. فكما لاحظتوا الان بدات الترتيبات باش نمروا لاعاده ديال تنظيم حركه السير والجولان على مستوى وسط مدينه الدار البيضاء. غادي يهم واحد بالخصوص الحي ديال الارديكو، غادي نمروا لواحد الحلقه سريعه للسير في اتجاه احادي اللي محدده بشارع لالا الياقوت انطلاقا من ساحه النصر مرورا بشارع باريز وبزنقه الجزائر وشارع الحسن الاول وشارع ابراهيم الرشيدي وشارع مير السلطان وشارع رحال المسكيني الرجوع ديال هذا مع مجموعه من التغييرات في الاتجاهات ديال السير. هاد التغيير ديال الحركه ديال السير والجولان او اعاده التنظيم ديال حركه السير والجولان على المستوى وسط المدينه يندرج في اطار واحد البرنامج متكامل لاعاده تهيئه هاد المنطقه من مدينه الدار البيضاء. ونذكر بين المسائل والمشاريع اللي غتكون في هذا البرنامج هناك اعاده تهيئه ديال الطرقات وديال الاناره العموميه والاثاث الحضري والتشجير واعاده هذا، ولكن بالخصوص هناك مجموعه من المشاريع الكبرى في هذا الصدد. غادي نذكر البناء ديال المسرح الكبير واعاده تهيئه ساحه محمد الخامس مع بناء جوج ديال المرابط خاصه بالسيارات تحت ارضيه بواحد الساعه ديال 1000 سياره، اعاده تهيئه ديال حديقه الجامعه العربيه واعاده تهيئه ديال مركز الكازابلانكيز ومشاريع اخرى باش نرجعوا ان شاء الله نروح لهذه المنطقه من الدار البيضاء اللي عندها حمولة تاريخية كبرى. بالنسبة للأشغال ديال باش نمروا لهذا التنظيم الجديد في حركة ديال السير والجولان، فالأشغال كيف ما قلت انطلقت وغادي تنتهي إن شاء الله في حدود الساعة 7 صباحا، وغتهم خصوصا الإزالة ديال الإشارات ديال المرور اللي كانت قديمة والتعرية ديال الإشارة ديال الإشارات اللي تدارت جديدة. وهنا الاشاره في اطار هذه الحلقه غادي يكون واحد الممرات خاصه بالنقل العمومي الحافلات والطاكسيات، وهذا الشيء كله كيصب باش ان شاء الله تكون واحد المرونه وواحد السيوله في الحركه ديال السير واعاده التنظيم ديال حركه السير على مستوى المدارات الكبرى في وسط المدينه. وغادي يكون ان شاء الله عندها واحد الوقع ايجابي على المرونه ديال السير في هذه المنطقه من الدار البيضاء. وبهذه المناسبه كنعتذروا للساكنه والمستعملين ديال هذه المنطقه من المدينه الا كانت بعض التعثرات في البدايه ديال ابتداء من الساعه 7 صباحا ان شاء الله الى بدايه ما بعد الزوال، خصوصا غادي يكونوا السيارات اللي مركونه في الاتجاهات معاكسه دونك راه غادي يكون هذا. وفي هذا الصدد تخذت واحد المجموعه من الاجراءات من بينها غادي يكون التواجد بكثافه ديال العناصر ديال المرور باش اوريونتيو الناس يعني باش يوجهوا الناس للاتجاهات الصحيحه، وغادي يكون التوزيع ديال واحد المطويات اللي كتوضح الناس الاتجاهات ديال السير الجديده، وكذلك راه دارت واحد المجموعه ديال لي بانو على مستوى ديال المداخل لهذه الحلقه ديال السير السريع في اتجاه الاحادي. شكرا.